بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، باب إحياء الموات. بدت وكتك كتاب البيوع أمباو ملانقه ديو ملانقه أمباو مرفو زيدي كتك كتاب هيتش الحافظ ابن حجر العسكلاني بلوغ المرام كتك ملانقه يوت ملانقه ينسهم تقريبا 21 ومسألة مبالمبالي ينوفنغمانا نبيوع نمسألة بيشارة نمسألة معاملات كما تلفسيما كتابو هيتشي كنا أنزا كويليزا مسألة عبادات حق يا أمجا كوملواك هلاف حق يا أمجا كواجبين زاك مسألة معاملات نبيوع ألاف حق يا أمجا نأسر ياك بدت وكتك كتاب البيوع كتابك نتشفنغامانا مسألة بيشارة باب إحياء الموات ملانغو و كحييشا أرضي أمبايو هايدي ماريشوا ملانغو وين يكوزن غمزة يويا مسألة حكم يا كحييشا أرضي أمبايو هايدي ماريشوا متو أنكوند مهالي أكي فيك أكا باتباندي لأرضي هاينا متو هايدي لكاني منيوه akaitukua, akaisafisha, akaitoa mabonde, akailima, akaiimarisha. Hukumu yake itakuwa ni nini? Endapo ardhi ile itakuwa ni ardhi ambayo haina mtu, haina mwenye kuimiliki. Al-mawat mushtaqqun min al-maut. Tamko la mawat latokamana na tamko la mauti. Na mauti hiya adamu al-hayat. Ni kule kukosekana uhai. والمراد به نما قصديو يا موات هابا الأرض التي لا حياة فيها ما قصديو إحياء الموات نكوان بني إلى أرض أمبايو هين وحاي من بناء كمجينغو أو زرع أو ككليموا وغيرهما نمنجنو يسكوا هيا مويلي ولا مالك لها ولا أرض أمباو إسوكوا نمونيو كيميليكي من الآدميين ميونغوني موانا دامو هين ديو مناك الموات يعني لتوكمانا تمكو لموت ناوني إلي أرض أمباو هين وحاي معانا يقوم بهين وحاي هاي كجنغوا ولا هاي جواهي كجنغوا لنغولو لتجو ياكي أو كليموا ما كليما يوتي au kufanywa kichochote na ikawa ardhi kama ile haina mwenye kuimiliki miongoni mwa wanadamu. Na maana ya ihya almawat inda alfuqaha alardhu allati lam yamlikuha ahad, ni ardhi ambayo haijawahi kumilikiwa au haikumilikiwa na yoyote, haikumilikiwa na yoyote. Wala yataallaqu biha manafi'un mushtarika, wala haifungamani ardhi ile na manufaa yoyote ya kiushirika. Haya, wala haifungamani na manufaa yoyote ya ushirika. Alafu wasema wanazuoni wa hadha at-ta'rif,
نتعرفه نماناه يدل ندليل يكونش على أن الأرض الموات لها وصفان يقب أرض أبو هيدا إماريسوا إن صفا بيلي الأول صفة يقوانزا ألا يكون لها مالك أرض إلى إكوان أرض أبو هينا من يكملك هينا من يوي والمراد به المعصوم نما قصديه هابن امت أبين معصوم ألحفظيك دمياك الذي لا يجوز قتله أبو هيفيكم وهو المسلم نون مسلم أو الذمي المعاهد أو ذمي أنا إشك تشيني عهد يا إسلام فإن كان لها مالك معين إن دابو أرث كما إلي إتكوى إنا منيو أنت أبا مالوم أدلكانوا بشراء وكننوا أنا ينونوا أرث كما إلي أو عطية أو أكباوة لم يجوز إحياؤها هيفاي أرث كما إلي أنت أكيد أكيحويشا كما جينغو أو كليما أو كنجيوتي hivi ndivyo ilivyo. Thanian, ardhi ile wamithluhu na mfano wake maamulika bil ihya ni ile iliyomilikiwa kwa ajili ya kuhuishwa. Thumma duthira wa ada mawatan, ardhi ilikuwa ishamilikiwa ikaja ikawatwa, lakini ilikuwa ishaanza kutumika na watu waliwanza kulima na majengo yakaja yakapotea alama zake kwa muda mrefu, hii ardhi kama hii haimilikiwi, haimilikiwi. Thaniyan, ya pili, alla yataallaku biha maslahatun amma, isifungamani ardhi kama ile au isiwe ardhi kama ile yafungamana na maslaha ambayo ya amma ya watu wote, au manafi'u mushtarika أو منفا أو شركة كالطرق كمنديا ومسائل المياه نمهالي أمبقو مناك ماجيا بيتا وكسما أرضه هي تميكي كيف أنت تميا كسوابيا كماني بيتش بلوت والمحتطبات مهالي أمبقو واتو نكو تقوى كوني نكو كتكوني والبقاع المعدة لصلاة العيدين نكواند أمبقو كليك وكسوابيا واتو كصالي صلاة عيدي. Yani ya kwamba ardhi ambayo yastahiki kuimarishwa, ambayo mtu aweza akaiimarisha endapo itakapokuwa ardhi kama ile haina mtu, isiwe ardhi ile ni ya maslaha ya amma ya watu, isiwe ni mahali pasoko, mahali ambapo manake jangwa patumika kwa maslaha ya umma. Huwezi kwenda kutukua ardhi ile ukasema kwamba hii ni ardhi haitumiki, kama leo ya kwamba watu takuta hutukua ardhi kama zile wakasema ya kwamba hizi ni ardhi hazitumiki na pengine watu wanaishi pale, au ardhi kama zile watu wapumzikia ni public places watu wapatumia, ukasema ya kwamba manake ardhi hii nitakaniwe allocated kwangu mimi. Kwa hivyo akenda moja kwa moja kwa serikali, minister of land, akenda akapewa letter of allocation akasema ni yake, alafu akawa nini, akaitolea title deed kitahamaka akaipiga bei. Nani ardhi ya maslah ya nini? Ya am. Bwana, hii ardhi ya maslah ya am, watu wapumzika, hapa ni soko, hapa watu wakatakuni, hapa ni njia, hapa ni maji, watu wajaoga, watu wajavua, watakwenda vua mahali pengine bana. Bahari itele. Yani mtu muhimu atakafanya nini? Atakaale. Hii ndio maana ya nini? Al-ihya. Na jambo kama hili halifai katika Uislamu. فكل هذا لا يجوز احياؤه. yote haya iliyotajwa haifai mtu kwenda akaiimarisha ardhi ambayo ina maslaha ya umma. Sasa kwa kukosa watu kufahamu Uislamu na masala kama haya, watu waone kwamba ni halali, na ndio kaone kwamba grabas kwa Uislamu amekuwa wengi, lianna fi ihyaihi, kwa sababu kule kuiimarisha ile ardhi maslaha tu shakhs wahid, ni maslaha ya mtu mmoja, وتضرر مصالح العامة نا مصلح يا أمة يتذرك مصلح يا أمة تفانيني يتذرك كيف أتفايب ألو عماريس أتفايديك لكن أمة أتفايديك أتقون أن يكون خسارة كيف منك إحياء نمنهي هاي فايكتك وسلامو نا إحياء مانياك جعل الأرض الميتة
منتفعا بها بوجه من الوجوه الآتية في هذا الباب. الإحياء نقول كفن أرض أمبو إلوكوا إمكفا يعني أنت أكين فائشة كواندي أيوت كما أمبو إتكفكو جاء. طيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. يوتي أتكي إمارش أرض أمبو سيمت سيناني سيمت هين منيه هيجلكاني أصلي فهو أحق بها. يينديو أنا حق زيدي جوا أرض كميلي لكن سيو كما أرض إنا منيه منيه أوي سغلكي لكن نياو نكو شهيدي ويبندو كتكوه كجينجي بان هي أرض هينمت كراون لاند بانا sisi maskota haifai katika Uislamu maadamu kuna ithbati ya kwamba hiki ni kitu cha watu. Huna ruhusa wewe ya kwenda kuhuisha, huna ruhusa hata ya kupanda, huna ruhusa kufalelo. Wengine mtu kwa ardhi yake ndio akajipandia akaitumia yako ardhi hii, ala sasa mimi bana nitafanya nini bana, nitaka kula hamuni uruhuruma. Sivyo katika Uislamu, haifai hata kupanda mti bila idhni ya nani? Ya mwenyewe. Lakini utakuta leo Waislamu wanatoa katika mipaka ya dini ya Mwenyezi Mungu au kujenga misikiti. Ardhi ikiwa manake ya wenyewe, hamwezi kwenda kuimarisha bila idhni ya nani? Bila idhni ya wenyewe. An Urwa an Aisha an Urwa imepokewa kwa Urwa an Aisha radhiyallahu anha كتوكنا نعائشة رضي زمن عزم قزيجو ياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيك يمتوم يا من عزم قزيجو وسيما من عمر أو كتك لغة نجين عمر كما ألف وسما بسام كتك توضيح الأحكام بتشديد الميم وتخفيفها وكتي وشد ميم ويزو كسما عمر وتخفيفها نكتت وشد وكسما عمر من عمر أرضا من يكوي إمارش أرض ليست لأحد أرض أمبو إسقوان منيوي. من عمر أرضا يوت من يكوي إمارش أرض ليست لأحد أرض أمبو هين منيوي فهو أحق بها. بس امتهو أنا حق زيدك كأرضه كلكم من جيني فهو أحق بها أي فهو صاحب الحق فيها والملك عليها. يين ديو موني حق كتك أرض هيو نا يين ديو أتكوان ديو موني كوي ملكي. من عمر أرضا يوت أمبايا أتكوى موني كوي عمارش أرض كو عمارش أرض ني أرض أمبو إلو كفا هاينا مونيوي سيكو أمبا أرض إنا مونيوي مونيوي أجوليكانا بيو كان ديو كي عمارش لا أرض أمبايو هاينا مونيوي أصلياك هاجوليكاني ليست لأحد أمبو سيمتو منجيني فهو أحق بها. امتهو أنا حق زيدك كأرضه. قال عروة أسمى عروة وقضى به عمر نديه حكمهين ديو ألو حكمنا عمر في خلافته كتك خلافياك كتك وكاته تولواك نديه ألف حكمه يقوم بيوت ألو كنا مهالي أكينا أكا كت أرض أين أمت أكا يعمارشا يأيندو أتكوى من أرض كما إلي أسمى البسام والمراد بتعميرها إحياؤها نما نكوي عمارشا نكوي حيشا إلى أرض بما جرت به العادة كلنغانا في العادة إنا فيندليا من أنواع إحياء الأراضي الميتة كتك سمبول زكو حيشا أرض زكوفا كلنغانا نفيل منك دستوريا وتوبالي ونبو حيشا نكوي عمارشا إلى أرض نأي أتفاني بزنس أتحويشة ملك إتكواس نياك كبسا ما دام أنك عندك يباتا هينمت. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. عن سعيد بن رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وعن سعيد بن زيد كتوك سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
كتاقم تومي منعزمكو قال أسيما من أحيا أرضا ميتا يوت أتكي إمارش أرض أما إلقوا إمكوفا هاي لكوا هايكو إمارشوا نهينا منيه فهي له أرض إلى إتكوانياك فهي له أرض إلى إتكوانياك كوي إمارشا نفيبي يكون بزرعها كوي إمارشا نكول كوي لميا أو غرسها أو أكبنداميتي أو بنائها أو أكيجنجيا ونحو ذلك نمفنواك هندو مانا كوي إمارشا. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam asema man ahya ardhan maita maitatan, yoyote ambaye atakayohuisha ardhi ambayo ilo imekufa, fahiya lahu, ardhi ile itakuwa ni yake, itakuwa ardhi kama ile itakuwa ni yake, kwa sababu ya kwamba yeye alikuwa ahuisha. Maulama wasema alhadith, hadithi hii dalilun, ni dalili ya kuonyesha ala anna man ahya ardhan, yoyote atakaye uhuisha ardhi, wa amaraha, akai imarisha, fahuwa ahaku biha min ghairihi, yeye ndio atakuwa ana haki zaidi katika ardhi ile kuliko yoyote, wa yamlikuha milkan shar'iyya, na atakuwa ndiye mwenye kuimiliki umiliki wa kisheria, kwa sababu mtume asema fahiya lahu, ya kwamba manake itakuwa ni yake yeye eh? Na katika hadithi hii haikutaja تحديد الإحياء بمساحة معينة يعني كويكا يعني مناك كيلومتر أو مسافة معلوم كتك كل حيشة. فمن أحيا أرضا يوت أتك ويمارش أرض فهي له إتكوان يكي قلت مساحتها أو كثرت سوى مسافياك يتكوان مدوغو أو يتكوان منجي ما دام يقوم بأرض إلى أمكويدا أكتشوغوزا أكاونا هيدا متو أكاانزا كوي إماريسا إتكوان ياكي إلى ني إكا ألفو زيتكوان ناني نزاكي. دل الحديث حديثه ندليل يكتوانيسا نائمة توانيسا سيسي على جواز الإحياء جو يكجوز كحويسا وأنه من أسباب الملك الشرعي نقوم بكولك حويسا أرضه ni miongoni mwa sababu za kuimiliki kisheria. Walam tubayan sifatu al-ihya, wala sharia haikubainisha namna na sifa ya kuhuisha na namna yake eh? Kwa sababu ya kwamba watu watajua ya kwamba manake itategemea na ile urufu kuutaimarisha vipi. Waweza kuimarisha kwa kujenga ukuta, ikiwa watu ya kwamba manake katika mji kama ule ardhi zao wazitia kuta, akatia kuta au akaeka kisima ikawa ni yake, au ya kwamba akafika mahali akaona ya kwamba pale mahali pana mawe mabonde na ardhi haina mtu, akaisawazisha akaitengeneza, muhimu ya kwamba yeye awe ataweza yani ya kwamba kuihujisha kwa ndio yoyote itakuwa ni yake. Alafu wasema dhahiru alhadith, dhahiri ya hadithihi annahu ya kwamba la yushtaratu, si sharti fi ihya almawat, katika kuimarisha ile ardhi ile kufa idhnu alimam, si sharti ya kwamba mtu ende akamtaka idhni imam au khalifa au kiongozi. Wa hadha madhhabu aljumhur, na hii ndio madhhab aljumhur, si lazima leo unaiona ardhi na haitumiki unahakikisha itukue. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسباب متوم ومنع زمه حكم بملكية الموات لمن أحياه، أم حكوم أمليك وأرض أنباء إلى كوفة لمن أحياه أتقوى قيول أنباء ألو حيشة. ولم يذكر إذن الإمام، ولم تومها كتاجا يقوم بان شرطي يقوم بأمتو عند يقوم برخصة كيونغوزي أو كإمام. فيلا فيلا ومتوى دليلي بأن الأرض الأموات، كونين يقوم بإكوا سلازما إذن يكيونغوزي ولا سركالي، كساب أرض أمبو هينمتو ليست ملكا لبيت المال، سي ملك يا بيت المال إلي، كيف ما دام أرض إلي سي ملك يا بيت المال، أنتو أويزا كيتومية بلا إذن يناني يكيونغوزي، بل هي مال مباح، نمالي أمبو يا مباح كالإحتشاش، كما أرض يكون شواتو مناسي والاحتطاب نكتكوكوني إيه؟ اسبقوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتك مذهبياك
ametea sema ya kwamba lazima watu ikiwa mahali pana imam au sultan au khalifa ende kwake yeye kwa sababu ya kwamba watu watakapofanya hivi bila ya idhini ya kiongozi yaweza kuja utesi watu wakapigana lakini watakapokwenda kwa kiongozi akajulisha ule kiongozi ya kwamba ardhi hii haina mtu na ni kweli ikathubutu akatoa ruhusa ni bora lau atakuja mwingine ataambia kwani mimi nilimpa huyo na utaona kwamba rai hii ambayo al-Imam Abu Hanifa rahimahullah alitoa ni uzuri babu al-hima mlango wa himaya babu ma jaa fi al-hima mlango ule kuja kuhusu masuala ya himaya hima ni nini hima ni ardhi ambayo si milki ya mtu hima ni ardhi ambayo au himaya ni ardhi ambayo si milki ya mtu kiongozi wa Kiislamu anaisuia ardhi kama ile kwa ajili ya maslahi fulani kwa ajili ya maslahi fulani kama kualisha wanyama wa zaka wanyama wa kujiandaa na jihadi akasema ardhi hii ninaizuia kwamba hakuna mtu kuitukua hii ni ya baitul mal hii ni ya kulisha na ni ya kazi fulani tu an ibn abbas radhiyallahu anhuma anna as-sa'ab ibn jathama anna as-sa'ab ibn jathama radhiyallahu anhu akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala لا حما إلا لله ولرسوله رواه البخاري عن ابن عباس أمبقى يا صحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة كتوك صعب ابن جثامة رضي الله عنه أخبره ألمب خبريه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بحقك يمتوم يا منعزمك قال أسيما لا حما هكون حمايا إلا لله ولرسوله إسبقوا نيا منعزم قنا متموك هكون حمايا إسبقوا نيا منعزم قنا ناني نمتموك يقوم بحمايا سكوزوت نجامب أمبالو يعني مناك لفانوا نأمر يتوك قوى منعزم قنا متموك نكيونغوزي يعني أكزويا كيتو أمبالو تا أمة كيستوميو kwa sababu ya maslah fulani au kwa sababu ya jambo ambalo la Kiislamu akalieka kwamba ardhi hii yani hakuna mtu kuifanya yake au milki yake an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la dharara wala dhirar an ibn abbas rawahu ahmad wa ibn majah an ibn abbas radiyallahu anhuma أمبك يا صحابة عبد الله بن عباس قال أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيما امتم يا منعزمك رحمنا ما نزجو ياك لا ضرر سي حلالي واتكفنيان مذارا ولا ضرار ولا كلبزان مذارا لا ضرر سي حلالي يعني واتكفنيان مذارا ولا ضرار ولا كلبزان مذارا wanazuoni wamehtalifiana katika tafsiri hii zimekuja tafsiri mbalimbali lakini katika tafsiri ambayo ni bora zaidi ni tafsiri ambayo yenye kusema adh-dharar ma tadhurru bihi sahibuk wa tantafi'u anta bihi dharar dhara ni lile jambo ambalo litamdhuru rafiki yako au mwenzako na wewe ukanufaika kwa jambo kama lile hii ndio madhara ya kwamba ni jambo ambalo yani mwenzako likimpata litakuwa ni madhara kwake yeye lakini kwako wewe utakuwa ni mwenye kunufaika wadhirar ma tadhurru bihi sahibak ni jambo ambalo litamdhuru mwenzako min ghairi an tantafi'a bihi basi na wewe kunufaika yeye amdhurika na wewe hukupata faida yoyote hii ndio dhirar na dharar ni kwamba wewe kumdhuru mwenzako kwa madhara madhara yale kwako wewe yakawa ni manufaa haya ndio maana ya hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam alosema kwamba la dharara wala dhirara rawahu ahmad wa ibn majah hadithi ameipokea al-imam ahmad na al-imam ibn majah al-hadith hadithi hii wanazuoni wasema dalilun ni dalili ala annahu ya kwamba la hima illa lillahi wa lirasulihi
hapana himaya isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Walaysa li ahadin, na hapana ruksa kwa yoyote, an yahmi shay'an min al-ard, kuzuia kitu chochote katika ardhi, anil muslimin, kuifanyia himaya chochote katika ardhi kwa Waislamu. Fayamna'uhum, akawakataza, min ra'i mawashihim, kulisha mifugo yao. Haifai kabisa isipokuwa kiongozi, isipokuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wasema wanazuoni ya kwamba hii ilikuwa ni katika ada ya kijahilia, wale mabwanyenyo ya kijahilia wanapofika katika ardhi ambayo ni fertile, ardhi ambayo ya ukulima, yani huanza kujipimia, wakasema hapa mpaka pale, hapa mpango, hakuna yoyote kuja kulisha hapa, hakuna, akaizuia ile ardhi. Haifai maadamu anayefanya kazi hii ni nani? Ni kiongozi wa Kiislamu peke yake, kiongozi wa Kiislamu ambaye anayeshika maqam ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ala rajih min qawli ahli alilm, kwa kauli ambayo yenye nguvu miongoni mwa kauli za ahli alilm, anna waliy alamri, ya kwamba waliy alamri kiongozi, yaqumu maqama an-nabi, anasimama mahali pa mtume, fi jawazi alhima, katika kujuzisha himaya, kiongozi peke yake. Na mahali pa kiongozi, anapokuwa kiongozi lazima aheshimiwe. Mtume asema as-sultanu dhillu llahi fil ardh, kiongozi ndio kivuli cha Mwenyezi Mungu katika ardhi. Faman ahanahu, yoyote atakayekuwa na nia ya kumtweza, ahanahu Allah, na Mwenyezi Mungu atamtweza. Kiongozi maadamu ya kwamba hajatoka, hajafanya jambo ambalo ni kufuru, awe muovu, maadamu ya kwamba yuwasimamisha swala na watu wa swali, watu hawafai kutoa katika taa ya nani? Ya kiongozi. Na ndio ukaona ya kwamba manhaji ya ahlu sunna wal jamaa, manhaji ya as-salafu salih, haifai yani ya kwamba kutoka katika taa ya kiongozi, awe muovu. Na wanazuoni wakatoa sharti ya kwamba ikiwa mtakafanya mapinduzi, muwe mna nguvu na muhakikishe kwamba mapinduzi yale hayatoleta umajaraji wa damu. Ikiwa ni hivyo, haiwezekani, haifai katika Uislamu. Na haya yaliyofanyika manake Libya ya kupenduliwa yani Gaddafi, ni makosa, ni katika alama za ukhawarij na kutoka katika misingi ya i'tiqadi sahih. Yalifanyika Misri kwa Husni Mubarak, na popote palifanyika watu waishi katika amani. Kiongozi anapofanya jambo la makosa hunasihiwa na watu wakatekeleza na wakamwombea Mungu kiongozi kama yule. Al-Fudhayl ibn Iyad asema law kana li da'watun mustajab ma ja'altuha illa 'ala as-sultan. Lau kama mimi najua kama na dua yajibiwa, dua yangu fulani ni makbul moja kwa moja, mimi ningemwombea kiongozi, kwa sababu kiongozi anapokuwa katika salah na wema na raia ataondoka. Na mahali panapokuwa manake pana uongozi awe ni mbaya, na mahali pasipokuwa na uongozi tofauti kubwa, pamoja na ubaya wake, lakini watu wasali wafanya ibada, haifai kutoa katika taa. Na watu wanapotoa katika taa, maafa tuyaona, watu wanakufa, watu wanapigwa, watu wanafanya kila aina ya balaa. Kwa hivyo yale ambayo yanayofanyika katika ulimwengu wa Kiislamu ya watu kuwa watu wakadai ni dola, maadamu wako katika taa, huwezi kusimamisha dola ndani ya dola isipokuwa kwa shuruti. Na hili ni jambo ambalo la makosa. Kwa hivyo watu waweko macho, usisikie mahali ya kwamba watu wapigana bwana, wale wasimamisha dola, wasimamisha vipi? Mwamwaga damu kisampuli gani? Haifai katika Uislamu. Ni jambo ambalo makosa. Kama haya yanayotokea ulimwengu wote, kutoa katika toa ya imamu ni makosa. Syria pia. Naam? Syria pia. Wale ndurus nusairin kweli maalawiyun, lakini ya kwamba huwa unaambiwa katika dini huwezi kujitia katika madhara, wewe una nguvu utafanya nini? Maafa yanayopatikana hasa wewe unaje wewe kubakia maafa, watu wangapi wamkufu? Kwa nini na tuweza kupigana sisi? Hatuna nguvu. Kwa hivyo haifai, haifai kabisa. Muislamu hajitii katika tahaluka, na haifai kumfanya ihana kiongozi yoyote. Na masala haya yamo katika vitabu vya i'tiqadi ahlu sunna wal jamaa. Haifai kitu chaitwa mapinduzi katika Uislamu. Angalia Somalia leo,
wafananisha alipokuwa yule mujrim Sayyid Said 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 Barre na sasa hivi ni mujrim communist, hatuamini kwamba alikuwa ni muislamu, lakini je ni sasa hivi? Naam, na maulama walisema maneno kama haya wakawa nasihi, lakini watu wakawatukana kina Sheikh bin Baz, watu wakawatolea maneno mabaya yale yale nasaha alizozitoa, watu walikuja wakajuta wakataa kurudi, lakini nyuma, lakini tulet hindo hali ilivyo. Kwa hivyo ala rajih min qawli ahli alilm, qawli ambayo yenye nguvu katika qawli mbili za ahli alilm, anna waliy alamri, waliy alamru kiongozi, yaqumu maqamu an-nabi, ndio anasimama mahali pa nani? Pa mtume. Fi jawazi alhima falahu an yahmi ma yara fihi maslaha, aweza kuifanyia himaya ardhi kwa maslaha ya waislamu, liiblihim kwa ngamia wao, wa dawabihim na wanyama wao, wa amwali sadaqa na mali ya sadaqa, wa hadha huwa alhima alshar'i, na hii ndio himaya ya kisheria. Wa idha ra'a almaslaha fi tarki dhalika tarakahu, endapo ataona maslaha kwa kuacha hilo atawacha. Wa hadha bisharat, na hii himaya ni kwa shart, alla yadhuru binnas, isidhuru watu, endapo itakapokuwa manake yadhuru watu basi watu warudi katika ile kaida la dharara wala dhirara. Min anwa'i al-ihya, miongoni mwa sampuli za kuhuisha na kuimarisha ardhi. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له. من أحاط رواه أبو داود وصحاه ابن الجارود، الحديث صحيح. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض، yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kuzungusha kuta kwenye ardhi. Ardhi ipi? Katika ile ile tulizozungumza, ardhi ambayo haina mtu asili yake, haina mtu asili yake. Je, unkwenda mahali wewe ukahuisha ile ardhi, mara akatokea mtu bwana ardhi yangu, mashahidi ni hawa, mashahidi nai watatu, nini hukumu yake? Iwate ardhi si yako, maadamu itakuwa imfanya nini? Inthibitika, inthibitika. Suala ni kwamba leo masala haya yameleta matatizo. Kuna watu wanakaa katika mahali mtu ankuta wa babu zake wako pale, na kiserikali ile ardhi si ya mtu kabisa, si ya mtu, wenyewe wakafika pale wakaimarisha wakafanya mji wao. Leo kuna dhulma ya watu kunyang'anyana, mtu akina land office huko, akafanya manuva yake, akitahamaka aja na title, bwana hapa mpango, tokeni, mimi nitakujenga, nitakufanya nini? Suala ni kwamba ardhi hii wewe unaipata wapi? Mimi napewa na serikali, serikali inaipata wapi? Serikali inai inkuja kuikuta, na ile ardhi haina mtu, ardhi haina mtu. Serikali yamiliki ardhi kivipi? Bao ni kuzihifadhi zile ardhi, lakini ardhi watu wanaishi pale, wazee wanaishi, wantoka katika manake wamemigrate kutoka sehemu za mbali wakaja pale wakaishi, ikawa pale ni mahali ambapo serikali haijaja, kwa sababu serikali ya Kenya inhuika 1963, na pengine watu wanshukia mahali pale hata kabla ya mkoloni, kwa sababu ukiangalia sehemu za mwambao kuna sehemu nyingine, kuna athari za Uislamu zamani, mkoloni hajaaza ya kwamba kuja pale, watu washakuja wasa manake ardhi kama ile washaka washaimarisha. Leo hajatolewa waambia kwamba nyinyi nani squatters, hamuna ardhi, hajapawa jitu ambalo haihusiani na pale, leto kabara linkona mantu kwa title deed ya urongo ya dhulma kaja pale, na hili ni jambo ambalo kimakosa kisheria. Na kuna baadhi ya ndugu zetu ambao pia Waislamu na wao wakaingia katika mkumbo wa kugrab ardhi ya kwamba hii ni manake ni crown land, na pale mahali watu wankaa miaka na miaka wanzikana, waambiwa bana nyinyi tokeni, tutawapa manake pesa 300,000, 400,000, haya tokeni, ye ajenge hoteli. Ardhi ile yao na ardhi ile ya wazee wao, lakini tuone ya kwamba Waislamu wako mbali, na watu wakatajirika na watu wakajitajirisha, subhanallah. Na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu subhanallah, adhabu itakuwa ya wangoja. Kwa hadithi hii ni dalil
yakuonyesha ya kwamba ala nau'in min anwa' al-ihya, sampuli miongoni mwa sampuli za kuhuisha ardhi, wa hiya ihatatu al-ardhi al-mawat bihaitin, na ni kule yani kuizingirisha ardhi ambayo manake ilokufa, bihaitin, kwa ukuta. Fa idha ahataha, atakapoizingirisha, faqad malakaha milkan shar'iyyan, atakuwa ameimiliki, yani manake umilikaji wa kisheria, kwa sababu mtume asema fahiya lahu. Kwa hivyo watu waangalie hali kama hizi, kwa sababu wasiji wakaingia katika mahali ambapo pabaya asipotaka Allah na mtume wake. Kwa hivyo mpaka hapa tutakomea, kesho tutamaliza katika mlango huu wa buyu. Kwa hadithi zilizobakia tuendelee mbele katika mlango mwingine. Naam. Naam. Hii hima umetaja kwenye hadithi. Naam. Sio ile ile hima iliyokuwa katika hadithi ya halal wal haram. Naam, tume anasema katika hadithi ya aya Nu'man ibn Bashir, Mwenyezi Mungu ana mipaka yake, mipaka pale, na akasema wa ala wa inna hima Allahi maharimuhu, yani manake mipaka yake ni yale mambo yake ya haram. Kwa hivyo pale inkuja hima, yani ya kwamba manake watu kutovuka mipaka ya Mwenyezi Mungu kufanya mambo ya haram, yaweza kuwa kwa sababu ya kwamba watu wakitoka katika mipaka ya Mwenyezi Mungu kudhulumiana au kufanya jambo la makosa, yaingia hapa tabia.